استاذ حسين، صباح الخير على حضرتك الدكتور انجي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك. طيب يعني تعليق حضرتك كده على المشاهد الاولى من اول يوم، شايف حضرتك ازاي وتقول ايه للمواطنين؟ خلينا ناخد من اخر حاجه لقطتها من الدكتور انجي، مش عارف لو فهمت صح ولا غلط، بس الحديث عن وعي المواطن المصري بالاحداث المحيطه بالوطن اقليميا ودوليا، بالازمات الداخليه اللي انعكست في برامج المرشحين الاربعه. كل ده بنشوف افرازه في اللجان الانتخابيه من الصبح، شايفين مشاهد لمشاركه حتى الان مقبوله من المصريين بتتزايد. يمكن انا وانا راجع من مدينه الانتاج دلوقتي من شويه شايف الاقبال متزايد على اللجان، رغم حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على نشر اللجان في أكثر من مكان، يعني تتكلم على أكثر من 16,000 لجنة تقريبا. أيوة عندنا أريحية المفروض 3 أيام برضو، بس في ناس تزلت طبعا كتير. المشهد العام بيبشر بفكرة تنامي الوعي، وده راجع لأدوار متعددة في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة. ممكن نتكلم عن نشاط أحزاب مصرية بدأ مؤخرا على الساحة، وحملات طرق الأبواب اللي عملتها بعض الأحزاب المصرية. ممكن نتكلم على التنافس الأيديولوجي اللي ممكن يكون المواطنين لمسوه في طرح المرشحين لرؤاهم من خلال حملاتهم الانتخابية. ممكن نتكلم على الظروف الإقليمية والظروف الدولية اللي بتحيط بالدولة المصرية وانعكاسها على الرأي العام المصري. ممكن نتكلم على دور الإعلام المصري بالتحديد في تنامي وعي المواطن المصري عن طريق المهنية الشديدة والطريق المصداقية اللي بيعكس بيها الأحداث دون مصلحة تقف وراء أي غرض لأي منتج أو محتوى إعلامي بيتم تقديمه. ومن ثم أنت بتقول أن المواطن المصري مستدعى تلقائيا، يعني في حاجة من جواه بتحركه. أستاذ حسام، احنا من زمان بنلتقي ودايما كنا بندور مع بعض على إجابة لسؤال، هو ايه حكاية المواطن المصري اللي بيتحرك دون توقع من اي حد؟ مواطن لا يمكن ان تتحكم فيه ولا تقدر تحكم اتجاهاته عاملة ازاي الا في لحظات تاريخية معينة. يمكن الظرف التاريخي اللي بيمر به الاقليم واستدعاء مشاهد كثيرة غابت عن ذهن المواطن من مشاهد دمار وتدمير، وده قيل ان هو يؤثر كمان على مزاج المصريين وقت الانتخابات، بس اعتقد يعني كان ردهم واصل النهارده. ال 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 كمان يا استاذ حسام لازم نفهم ان خبرات المصريين في المشاركة السياسية لازم يعني لا نعلي من طموحاتنا، لكن اللي احنا لازم ناكد عليه دايما ان المشاركه بتتزايد، وان احنا لابد ان احنا نستغل حاله الانفتاح في النقاش العام وفي المزاج العام اللي الدوله ابتدت تخلقه حوالين فكره خلق مساحات مشتركه بين المواطنين المصريين وبين كافه التيارات السياسيه والايديولوجيه من خلال مؤتمر الحوار الوطني واللجان اللي اشتغلت فيه. لازم نتفق ان احنا ممكن نختلف وكل منا يتبنى سياسات مختلفه، لكن تكون ارضيه صلبه بتجمعنا جميعا هي تحقيق الاهداف الوطنيه والمصلحه القوميه للدوله المصريه. طول ما ده شغال على الارض مسموح بالاختلافات، الاختلافات وارده في كل حاجه، انما غير المسموح به انك تدعو الى تغيير اوضاع ما في المجتمع على غير الاليات الدستوريه والقانونيه.